اهلا ورداتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وصحه جيده. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم البنات هذه شحال كان خاصني نحطو، تقريبا شي شهرين ونص اولا 3 شهور هذه باش كان خاصني نحط هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال لي زور اللي كنت خياط، ديال المخاد، ديال الوس، ديال الكوات. المهم كان خاصني نحطو، شحال هذه ما حطيتوش. اول حاجه كنت دفعتهم للسيد اللي كيصايبهم ليا ونسيتهم، عنده حتى بدا كيعيط لي يعني شي شهر وسيمانه ولا اكثر باش بقيت ناسياهم. جبتهم، المهم الظروف اليوم غدا، اليوم غدا ما صورتهمش. بالنسبه للفيديو اللي ما شافوش ديال المحل ديال السيد اللي كناخذ من عنده هادشي باثمنه مناسبه، غادي نخليه لكم في اخر الفيديو ان شاء الله، اولا نخليه لكم في صندوق الوصف. كي جاتكم بعدا البنات القميص ديال 50 درهم، هانتوما بزاف ديال البنات كانوا قالوا لي حتى تلبسيها ووريها لينا. ها هي البنات كتجي غزاله طوب. شكون يقول هذه قميجه ديال 50 درهم؟ شوفوا البنات لي ديطاي اللي فيها، خرجت لكم عاوتاني على الموضوع، ولكن بغيت نوريكم حيت بزاف قالوا لي ما كتبانش زوينه بزاف، ما نعرف خاصها تتلبس. المهم هانتوما يا البنات ملي تلبسات الصيفات ما كيبانوش في هاد الفريفات من هنا من هنا. المهم غزاله ومبرده يا البنات، راه الحال سخون ولكن ماشي داك النوع ديال الثوب اللي كيزبط. المهم باش ما نطولش البنات الفيديو، انا غادي ندوز نوريكم هاد لي زور هادو والمخاد والاوس ديال الكويت باش غادي نصبرهم ان شاء الله باش نبدا نستعملهم. راه كنت وريتهم لكم في واحد الفيديو فين كنت مقنتاهم في الكوزينه باش نتفكرهم والو. المهم غادي نبداو البنات باول حاجه هو هذا الثوب اللي اختاريت. ها انتم يا البنات شفتوا ريي في هاد الخطوطه هادو، كتلقاو خط ارطب وخط فيه واحد الخطيطات كيجي بحال حرش شويه. المهم هذا البنات راه القطن 100%. ها انتم المخاد، المخاد راه انتم كتطلبوا الشكل اللي بغيتوا. انا طلبت هاد الحله هادي ملي كتخشى المخده وكتكون هنا هذيك يعني كتخشى المخده وكتغلف بحال هكا شفتوا، وعاده باش كتسد بحال هكا يعني ما كتبقاش المخده تبان نهائيا. وشفتوا شحال ديال العرض دار ليا هنايا في هاد القطن اللي غيغطي المخده باش ما يبقاش يبان. شفتوا ها هم راه قطن البنات 100%. انا اختاريت البيض الريي هذا، صايبت منه جوج مخاد من هاد الثوب هذا. ها هي الخده الثانيه. المهم بلا ما نفتحها معاكم، راه البنات غير سيروا عنده، راه الاثمنه ديالو جد مناسبه، راني كنت ذكرتهم في الفيديو غنخليه لكم بالنسبه للبنات اللي ما شافوش في اخر فيديو قلت لكم ولا في صندوق الوصف. شوفوا معايا يا البنات وان شاء الله في التفريشه غادي نعاود نوريهم لكم باش تشوفوا مزيان كيفاش دايرين. شوفوا يا البنات هذا هو فين كنخشيو الكوات ديالنا، شفتوا؟ المهم راه كبير وثقيل، حتى هو درتو ريي شفتوا، والثوب ما شاء الله غزال، راه ماشي اول مره غادي ناخذ من عنده يا البنات، راه تناخذ من عنده ديما ديما ديما. ها نتوما هنا البلاصه فين كتخشيو الكوات ديالكم، ها هي راه كيديروا لكم واحد السنسله هنايا باش كتسد. شفتوا يا البنات ها هي السنسله، ملي كتحلوا السنسله كتلقاو واحد الخيوطه بحال هادو من الداخل ياكو البنات، وهاد الخطوطه هاد الخيوطه هادو الا ما كانوش عندكم في الكويت راه كيعطيهم ليكم، كتلصقوهم غير نتوما بخيط والبره في الكويت ديالكم باش ملي كتدخلوها الكويت كتعقدوها من هنا. عاوتاني راه غادي نلقاو الا مشينا لداخل ديال هاد الوس هذا، المهم لداخل هاد الشي راه كبير بزاف باش ما يوريه ليكم، اجا ما يهزوا لي بعدها هو راه غادي يبان ليكم واقيلا من الداخل. المهم راه من الداخل عاوتاني كاين هذاك الخيط باش الكويت ديالكم ما كتبقاش تهرب ليكم وسط هاد الوس هذا. انتم انا نحاول نجبدو لكم، او يا ربي ما يبداش يضبب ليا الفيديو، كنتمنى يا ربي. ها انتم ها هو شتي، المهم هذا هو الاوس اللي درت، وهذا راه هاد الثوب البنات ما عقلتش، ضروري ترجعوا للفيديو القديم باش تعرفوا الثمن ما عقلتش. المهم هذا راه الثوب الممتاز حيت عنده الاثواب كلهم قطن، ولكن بطبيعه الحال كاين الممتاز كاين الموين. المهم نتوما على حسب الغول ديال الثوب على حسب الرطوبيه ديالو. هنا عاوتاني درت داك ليزار اللي كنغلفوا به بطبيعه الحال المضربه، ها هو ديال لاستيك شفتوها البنات، حتى هو درتو في البيض
حتى هو التوب ديالو غليظ البنات، غير هو درتو في السامبل ماشي ري. ها هو المهم على حسب المضربه ديالي، وكيديروا لكم البنات في العبار بالضبط. ها نتوما العلو ديال المضربه، وها نتوما منين كتخشى يعني راه كيجيكم داخل في المضربه ديال الناموسيه، ما كيديرش لكم هذوك داك التسقريم. كاينين شي وحدين حيت كتصايبت عند واحد مره شحال هادي لي زار يدوبك بزز باش كيتخشى لك في الجناب، يعني ما كيدخلش لك مع التحت ديال المضربه. هذا لا ما كيتسقرمش لك في الثوب نهائيا البنات ولا في الخدمه. ها هما عاوتاني المخاد، حتى في المخاد كي قلت لك اوه كيتظلم الفيديو، غير سمحوا لي ما عرفتش كي غندير لي. المهم هانتوما البنات هادو المخاد صايبت منهم ربعه، هادو اللي كنتوسدوهم حيت كندير انا ربعه المخاد في الناموسيه. هادو راه ما كنتوسدوهمش، داكشي صايبت منهم جوج ملي كنصايب الناموسيه ديالي كنحطهم. هادو ديال لي زال تحتاني كنتوسدوهم، بطبيعه الحال كنصايب ربعه باش كنبدل. انا في الصيف يوميا كنبدل، وفي وقت البرد نهار نهار لا، ومازال غنرجع عنده البنات باش نزيد نصيب، حيت هادوك اللي كانوا عندي اللي كنستخدم دابا شفتهم بداو كيعياو، ولكن راه سنين هادي راه ضربوا عندي شي ربع سنين ولا خمس سنين صبن وعاود. شفتو يا البنات هما المخاد حتى هما كيصاوب لكم على العبار على الشكل اللي بغيتو. انا اللي بغيت البنات هذا الشكل، ما بغيتش داك الشكل اللي فيه ديك الخياطه هكا وكتبقى ديك الودن طالعه، حيت كاينه عندي دابا. داكشي علاش اختاريت هادو اللي سامبل. وبالنسبه للنوسيه ديال عالي، ها نتوما يا البنات شنو اختاريت لي، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. هو راه عنده الكويت ديالو، عنده الوس ديال الكويت، وعنده واحد يزار بحال هذا بالضبط، راه غتكونوا شفتوا معايا في واحد الروتين قديم حتى درتو في لا شومبغ ديال عالي، واقيلا شي جوج روتينات كدرت في لا شومبغ ديال عالي. المهم ها نتوما درت ليه يزار ديال المضربه ديال الماطله في الاحمر، حيت نيت عنده في الاحمر. وي البنات باقي فيهم الخيوطه، باقي في الخيوطه ديالهم، وانا كتكون عندي هاد الحساسيه ديال هاد الخيوطه، حيت ملي جبتهم دابا راه تقريبا شي شهرين وهما مطويين ومخشيين في بلاصتهم. المهم البنات والله الا الخمله خنقاتني، خصني نمشي نديرهم دابا يتصبنوا. المهم البنات هذا لي زار على حسب الماطله ديالو، ما بغيتش نصايب ليه هو الوس حيت ديجا عنده، وعنده كويت وعنده، المهم عنده داك التخربيق، ما بغيتش نصايبو ليه. صايبت لي غير لي زار، حيت دوك جوج اللي عنده واحد فيهم كلا شويه العصا كشف شويه. ها نتوما دابا وصايبت لي جوج مخاد باش كنبدل لي. ها نتوما ها هما شفتوهم. بالنسبه لعالي المخاد ديالو صايبتهم لي بهاد الطريقه، راه درت ليه ديك الخياطه هنايا، شفتوها يا البنات شفتو، كتجي ديك الودينه بحال هكا ملي كتخشيو المخده كتبقى هاد الودينه بحال هكا. ها نتوما شفتو ها هي بحال هكا، ماشي بحال ديالي انا صايبته هكا ما فيهمش هادي. هذا ما كان البنات. المهم هذا الشيء كامل اللي كتشوفوا راه تبارك الله هاز الثوب، راه ماشي شويه ديال الثوب، راه عرام ديال الثوب. هذا الشيء كامل تقام عليا شي 900 درهم كنظن. المهم هذا الشيء كله تبارك الله، شفتوا شحال ديال الثوب، راه خير ديال الثوب بالخياطه ديالو بكل شيء، تقام عليا تقريبا شي 900 درهم هكاك. المهم ما فايتاش 900، 890 880، المهم ما فايتاش 900 درهم. كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما بغيتش نطول عليكم، بغيت غير نوريهم لكم البنات حيت بغيت نبدا نستعملهم دابا، ما بقاش غير حاطاهم تما في الكوزينه. هنا غادي نخليكم وغادي نقول لكم باي باي، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.